والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال. تقدم لنا أخبار الاقتصاد فاطمة خليل. تفضلي فاطمة. شكرا إيمان منصور، شكرا يوسف عبدين، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن رسما توضيحيا حول المؤشرات الدولية في كافة القطاعات التنموية. رصد التقرير أبرز المؤشرات الخاصة بالاقتصاد، لافتا إلى تقدم مصر 5 مراكز بمؤشر جاذبية الاستثمار في أفريقيا، حيث احتلت المركز الأول عام 2020. وأشار التقرير إلى تحسين التصنيف الائتماني لمصر، وأوضح أن وكالة فيتش ثبتت التصنيف الائتماني لمصر عند بي بلس مع نظرة مستقبلية مستقرة في أبريل 2022، بينما ثبتت موديز التصنيف الائتماني لمصر عند بي 2 مع نظرة مستقبلية سلبية في مايو 2022، كما صنفت ستاندرد أند بورز مصر عند بي مع نظرة مستقبلية مستقرة في أبريل 2022. إلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بمشتريات محلية. ارتفع رأس المال السوقي بنحو 2,900,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 706,354,000,000 جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 10,148 نقطة ليصعد بنسبة 0.15% ويغلق عند مستوى 10,163 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 2,196 نقطة ليغلق مرتفعا بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2,214 نقطة. فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 3,147 نقطة ليصعد بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 3,165 نقطة. الأسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي نحو 19.63 جنيه للشراء و 19.70 جنيه للبيع. بالنسبة لسعر اليورو، وصل سعره إلى 19.31 جنيه للشراء و 19.39 جنيه للبيع. أما عن سعر الجنيه الاسترليني، وصل سعره إلى 22.22 جنيه للشراء و 22.31 جنيه للبيع. أما عن أسعار العملات العربية، فوصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5.34 جنيه للشراء و 5.36 جنيه للبيع. بالنسبة لسعر الريال السعودي، وصل سعره إلى 5.22 جنيه للشراء و 5.24 جنيه للبيع. قال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص إن أوبك بلس قررت بالإجماع اتخاذ موقف استباقي للمساعدة في استقرار أسواق النفط العالمية، مشددا على أن المنظمة ستدافع عن انتقال متوازن وشامل للطاقة لا يستثني أحد. وخلال كلمته في مؤتمر للطاقة في كيب تاون بجنوب أفريقيا، أكد الغيص أن النفط سيظل صاحب النصيب الأكبر في مزيج الطاقة. كما أضاف الأمين العام للمنظمة أن النفط بحاجة إلى 12 تريليون و100 مليار دولار استثمارات على المدى الطويل، متوقعا أن يشهد العام أو العالم نقص في الطاقة إذا لم تتحقق تلك الاستثمارات. مشاهدينا، انتهت هذه الجولة الاقتصادية.